للحديث مشاهدينا الكرام عن تداعيات غرق مركب المهاجرين قبالة السواحل اليونانية، معنا من باريس مدير تحرير موقع المهاجرون الآن السيد صخر إدريس. أستاذ صخر، بداية مرحبا بك. عائلات الغرقى لا تزال تنتظر خبرا عن أبنائها، بينما اليونان أعلنت أنها يعني أوقفت عمليات البحث. إلى أي مدى كانت أثنى على قدر هذه الفاجعة وتداعياتها؟ تحياتي، شكرا لكم وشكرا يعني اهتمامكم بهذه الكارثة الفاجعة. في الحقيقة نعم، كما أسلفت يقارب الملف على الإغلاق، لا يوجد يعني تحرك حقيقي ملموس من السلطات اليونانية. نحن نتابع، هناك تكتم مريب حتى على أهالي المفقودين الذين سافروا إلى الجزيرة التي حدثت بقربها الحادثة. يعني إما أن منع التواصل بحجة أن هناك إجراءات أمنية، منع التواصل مع الناجين، منع التواصل مع أقارب الناجين الذين ذهبوا إلى الجزيرة. هناك يعني أصدر المدعي العام في المحكمة العليا أمر بتحقيق، من إشراف على تحقيق مع خبر السواحل بشأن غرق قارب الصيد، معبر أنه لا يمكن مرور هذه الجريمة دون عقاب وأوامر لفتح تحقيق بسبب يعني شبهات بتورط خفر السواحل بغرق قارب الصيد. يعني هذا الامر جاء بعد شهادات حيه من قبل بعض الناجين ايضا، ومترجمه مع رئيس الوزراء السابق اليوناني السابق، وبالتالي يعني خرجت هذه الفضيحه للعلن. ولذلك يعني انا ارى ان هذه الاجراءات في فتح التحقيق هي لذر الرماد في العلن، لان هذه الحادثه تكررت منذ بداية موجات اللجوء والهجرة في عام 2012 أو 13 أيضا. وللأسف اليونان لم تكن على مستوى حقوق الإنسان أو هذه الفاجعة أو ما قبلها سابقا. نعم، البعض يتساءل، يمكن الجزم أن حادثة انقلاب المركب ليست مصادفة، لم تحدث بالصدفة. في ذات الوقت وبالتطرق إلى جنسيات الغرقى، هناك 75 مفقودا من محافظة درعا السورية وحدها، ماذا تعني هذه الحصيلة على المستوى الداخلي والخارجي السوري؟ يعني لنبدأ أسلف بخصوص أن ليست مصادفة، يعني كما قلت أن المدعي العام أمر بفتح تحقيق أيضا، وهناك نشرنا شو على حتى منصة المهاجرون الآن نقلا عن مجموعة الإنقاذ الموحد، يتحدث مترجم يتحدث مع الناجين عن حادثة الغرق يوم الأربعاء الماضي، ويترجم لرئيس الوزراء اليوناني، حيث قال أحد الناجين أن هناك بعض الأشخاص كانوا يرتدون اللباس العسكري على مثل سفينة بحرية، قام بقطر القارب بشكل سريع يعني لإبعاده عن المياه اليونانية بطريقة يعني بعيدة عن الأمن والسلام، مما أدى إلى انقلابه. هناك مفقودين كانوا في يعني في قعر القارب الذي مؤلف من 3 طوابق، وبالتالي هي عملية أنه ليست مصادفة، يعني ليست رأي، ليست مجرد رأي، وإنما حقيقة من قبل بعض الشهود. يعني وبالذهاب إلى أنه الغرقى 75 مفقود كما قلت من محافظة درعا السورية وحدها، يعني هذه الحصيلة إلى أبعاد سياسية أيضا، رغم كافة ما يتم الإعلان عنه من محاولات الوصول إلى اتفاقيات سياسية في سوريا. هذا يعني أن الثقة معدومة ضمن من هذه الاتفاقيات، والخوف منها والخوف من الانتقام حمل السوريين على الهرب للنجاة بأنفسهم. لا يوجد هناك أي ثقة في حتى ضمن هذا الحراك السياسي باتجاه سلطات نظام السوري. طيب صخر، ماذا عن سياسات الهجرة الأوروبية؟ إلى أي مدى تتحمل هذه السياسات مسؤولية تصاعد غرق اللاجئين والمهاجرين؟ يعني السياسات الهجرة المفروض تطبق في العام القادم في عام 2024، ولكن يعني بنفس الوقت لا تلبي المطالب، خاصة أن هناك حوالي 10 دول من بينها إيطاليا واليونان، وهي دول عبور يعني أعلنت معارضة لهذه السياسات. طبعا إذا قلنا أن هذه السياسات قد يكون هناك تضامن أوروبي شبه إلزامي دعنا نقول، ولكن هذه السياسات ايضا يعني لن تلبي حقيقه يعني خلينا نقول موجات الهجره، خاصه بضمن توزيع هذه كتله معينه ضمن الدول. يعني لا لا لا، حقيقه ارى ان الكثير من المهاجرين الان سيحاولون الذهاب الى اوروبا،
قبل تطبيق بدء تطبيق أنت من الاتفاق على سياسة سياسات الهجرة، لأنها يعني أو إصلاح نظام الهجرة للاتحاد الأوروبي مجحف في حق المهاجرين واللاجئين. وبناء على ذلك أستاذ صخر، يعني إلى أي مدى ترى أنه بات مطلوبا من الغرب الآن أن يتحمل مسؤولياته ويعترف بدوره في يعني مصائب اللاجئين في الحالة السورية، الحالة الأفغانية، المصرية، العراقية، الإفريقية؟ يعني دائما تخرج هناك تصريحات ومن قبل بعض المسؤولين الأوروبيين، بعضها صادق وبعضها لغرر رمات في الأعين أو كنوع من الاستهلاك السياسي. لا أعلم حقيقة، لا أستطيع الحكم عن هذا الموضوع، لأن هناك سياسات تحكمها المصالح ما بين الدول الأوروبية، ولكن أعتقد هناك بعض الدول جادة فعلا، خاصة الدول القوية ذات الاقتصاد القوي مثل ألمانيا مثل فرنسا، جادة نوعا ما في تنظيم عملية الهجرة، ولا نعلم بسبب الرفض. يعني نتكلم عن اتحاد أوروبي، 10 دول رفضت هذا الاتفاق النقل، من بينها إيطاليا واليونان وهي تعتبر أهم الدول، لأنها دول حدود، دول عبور وليست دول ذات اقتصاد قوي. لا أعتقد أن هناك سيصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق ضمن المنظور الحالي، وحتى ضمن طرح من إصلاح نظام الهجرة في عام 2024. شكرا جزيلا من باريس، مدير تحرير موقع المهاجرون الآن السيد صخر إدريس.